السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيك. سؤال: لو أن شخصا ما يقول مدد يا رسول الله، هل يصلى خلفه؟ إذا مات مشركا لا يصلى على المشرك، إذا كان جاهلا علم. يصلى خلفه يا أخي. شيخ هو حي يرزق ويقول مدد يا رسول الله، هل أصلي خلفه؟ لا، ولو أما في الصلاة. علمته فلم يتعلم. هو حافظ القرآن ويدرس في الأزهر. علمه طيب. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، هذا شرك. ما تصلي خلفه، صلي في مكان آخر. طيب، جزاكم الله خير. الله يسلمك.